يعني هذه المعركه لها اهميه كبرى وايضا رمزيه عظيمه في قلب كل اردني وكل عربي وكل مسلم. يعني وبالاضافه ان الاردن كان شامخا عصيا دائما في وجه الاحتلال، ولا يزال وسيظل هكذا الى الابد. لم تغب شمس 21 من آذار عام 1968 إلا وهي تبشر بالنصر وتزف الشهداء إلى السماء، وبين الخندق والخندق حكايات صبر وثبات. نتابع هذا التقرير معا ونعود لنكمل مشوارنا من بيت الكل. هنا الحب وحكايات المحبين التي خطتها قطرات الدم الزكي التي رسمت حدود الوطن. هنا تغيب الشمس خجلا ويطلع القمر وفاء، فأنفاس الشهداء ما زالت تزين الأرجاء. هنا الكرامة. أيها الرجال في أرض المعركة، في مواقع الشرف والكرامة والفداء والتضحية، إعجاب أمتكم واعتزازها وإيمانها بكم، بعزماتكم، بأكفكم الضاغط على الزناد، بقلوبكم الجريئة التي لا تهتز ولا تهلع ولا تخاف الموت. وكانت الأسود تربض في الجلبات على أكتاف السفوح وفوق القمم، في يدها القليل من السلاح والكثير من العزم، وفي قلوبها العميق من الإيمان بالله والوطن. وتفجر زئير الأسود في وجه المد الأسود. الله أكبر. وكتب الأردن بالحراب والبندقية القصة الكبيرة، كتبها الشهداء بدمائهم ومهرها الرجال بعزيمتهم، ونسجوا ثوب اعتزاز لكل عربي، ورسموا لوحة انتصار، وصاغوا بالبارود والمدفع والدبابة حكاية جيش وشعب وقائد. فالمجد لشهدائه الأبرار، والشكر كل الشكر لمحاربيه القدامى الذين قبضوا على أسلحتهم ونزيف جراحهم بقوة، وجعلوا منها وساما يزين صدورهم. والفخر كل الفخر لقيادتنا الهاشمية التي قدمت لنا جيشا بهذا المستوى نفاخر به الدنا. وفي هذا اليوم، يوم الكرامة، نسجي أسمى آيات التهنئة للوطن العزيز ولجلالة القائد الأعلى وللقوات المسلحة. وكل عام والجميع بألف خير. يعني سفوح الجبال والوديان وحتى الرمال في الوطن العربي أسقيت بما يكفي من الدم لنعيش بكرامة ولتتفتح شقائق النعمان الحمراء.